ونحن نتحدث عن هذه الجزائر المسكينة، هذه الجزائر المفترى عليها، هذه الجزائر المظلومة والمقهورة، هذه الجزائر التي أصبحت ذليلة، هذه الجزائر التي أصبحت مضحكة ومسخرة بين الشعوب والأمم بسبب أشباه الرجال الذين يحكمونها. تخيلوا، تخيلوا وين وصلنا. كلكم شاهدتوا صلاة العيد، رئيس جمهورية يخجل أن يراه الجزائريون يصلي فوق كرسي، ومخجلش من رب العالمين. قمة النفاق. خلينا نشوفوا هذا المقطع، مقطع من صلاة العيد. شوف كيفاش يتلاعبوا أمام الجزائريين بطريقة مفضوحة. يظهر لك تبون واقف، يظهر لك تبون جالس على كرسي في وقت السجود، يظهر لك الجمهور. شوفوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إياك نعبد وإياك نستعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. خليني نعلق لكم. شوف، لأول مرة في التاريخ إمام وبعد ذلك مأمون، هذا المؤذن، وبعد ذلك الصف. لم يحدث في التاريخ. يعني من المفروض هذا المؤذن هذا يكون ما بين تبون، يكون هنا لأنهم هم زعماء البلاد. المؤذن ما يقعدش، أقعد شوية لقدام. هذه لا تراها إلا في الجزائر. خلي نكملوا. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله، الله أكبر، 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 الله أكبر. السلام عليكم، السلام عليكم. راكم شفتوا ظهره جالس على الكرسي، بعد ذلك وقف في تكبيرة الإحرام، ها هو واقف. أثناء الركوع أظهروه يركع، بعد ذلك رفع رأسه عند السجود، راح يوريلك في جمهور واحد أخر. وبعد ذلك حتى تم السجود، تمت السجدتين، عاود رجع له وهو واقف. وفي السلام ما ظهروش وهو يسلم، باش يخفوا أنه عاجز، ما يقدرش يصلي أو ما يقدرش يسجد، ما يقدرش يسجد. هو يحرك رأسه هكذا فقط فوق الكرسي. وهذا قلت لكم منذ مدة طويلة، أنه تبون ما يصليش، مش حاب يظهر، ما يقدرش يسجد. هي قلتي وش فيها عيب هذه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كي مرض، قدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى بالمسلمين، وهو صلى كمأموم، والناس كل شافوه. يعني بهذه الطريقة الإعلامية الرديئة السخيفة المضحكة، يعني راح تخفوا أن الجزائريين ما يفهموش بأنه تبون ما يقدرش يركع، عفوا ما يقدرش يسجد. يعني في رأيكم هذه تفوت عليهم؟ هو هكذا وليت نكتة عادي، وش المشكلة أنه يجلس لأنه ما يقدرش، الناس كل عارفينه دار عملية جراحية على رجله. لكن عقدة الفرعونية عند هؤلاء الحقراء اللي يعتقدوا أنهم يحكموا رهم لا يعلى عليهم وأنهم فوق الجميع، وهذا كل بسبب العهدة الثانية، لأنه ظهوره ما يقدرش يسجد، يقول لك عليها علامة استفهام، كيف الشذا راح يروح العهدة الثانية وهو عاجز، رغم أنه قانونيا من المفروض ما يروحش العهدة الثانية، ما يترشحش لأنه مريض ما يقدرش حتى يسجد.
وما يقدرش حتى يقعد على الأرض، عاجز ما يقدرش يمارس مهامه بصفة عادية. ولكن رغم ذلك هاك بتشوف كيفاش يكذبوا على الجزائري. تخيلوا جزائر رئيسها كذاب وينافق حتى مع رب العالمين وما يظهرش. يعني شوف الرجل الأول هذا في الدستور، هو الرجل الأول، لا هذا ولا والو، راه من الجنرالات ولكن هذا لا دستوري. الرجل الأول في الدستور في الدولة هو تبون، الثاني هو جوجيل، والثالث راه هو اللي حاكمين الجيش هما هو شنقريحة. يعني هذا الثلاثي المرح، شوفوا شوفوه هاو أمامكم، تبون وجوجيل على كرسي ثابت، في زوج عاجزين ما يقدروش يسجدوا. درك ها هو ثاني سعيد شنقريح، حتى سعيد شنقريح عاجز على كرسي. يعني بالله عليكم شوف ها الصورة هذه، ها وحتى نتاع البوليزاريو حاضر لهنا، ها سعيد شنقريح على كرسي. شوف شوف كيفاش كيفاش إنسان هذا الغل يخرج من وجهه، لا حول ولا قوة إلا بالله. تأملوا ملامحه حتى أمام، يعني أنت جاي تصلي بكستيم، ها شوف خلينا شوف هاهم الثلاثة لهنا، شوف ها سعيد شنقريحة تبون جوجي، هذم اللي يحكموا في الجزائر عاجزين حتى على أداء سجود لرب العالمين. يعني ما همش قادرين. أنا ما نقول لكم المرض عيب ولا العجز عيب، أنا أحيانا ما أصاب بمرض معين، وأحيانا يكون عندي مشكل في العمود الفقري وكذا وكذا، نروح نصلي على كرسي مش مشكلة، حتى نصلي في البيت نصلي على كرسي وما نسجدش. جينا مراحل مثل هذه ما هوش عيب، ما هوش عيب. لكن العيب أنه الجزائر اللي 75% نتاعها شباب، حاكمينها ثلاثة، فضحهم ربي يوم العيد يصلوا على كرسي، يصلوا على فقد الكرسي وما يظهروهمش، ما حبوش يظهروهم، هما ما يقدروش يسجدوا. يعني تخيل، معليش هذا كرئيس مجلس الامه ما عنده ما يحك ما يسك، حتى يكون عاجز وشي راه قاعد هكذاك، هذاك راهي غرفه دايرينها العجايز هذم باش يحطوهم هناك. تبون او عاجز في رجله. سعيد شنقريحه رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، مركز او منصب عملياتي، معناها منصب قتالي، عاجز عاجز بهذه الطريقه ويعاني من كل الامراض، راه قريب 80 سنه. شيش يحكموا واحد ما يقدرش يسجد، المفروض يحكموا ضابط رياضي يمارس المهام نتاعو كما ينبغي. تخيل الجيش ماسكوا واحد راهي فيها معلومات تقول لك راهو عنده مشكل حتى في التبول اللا ارادي، اكرمكم الله بليكوش. الدرك الوطني ماسكوا واحد معاق من يده، هذا يحيى الحاج. المخابرات واحد قتال مدمن على الكاشيات ماسك الامن الداخلي، الامن الخارجي ماسكوا واحد راهو يعاني من كل الامراض. دوله مريضه في اعلى هرمها، علاش هكذا؟ لانهم يتشبثوا بالسلطه، عارفين لانهم لصوص سراقين، عارف لو يتخلى عن السلطه رايح يتحاسب، ويعرف صحابه على باله باللي الناس اللي يخلي السلطه يقفز به الاخر. هذه الحقيقة، ولذلك ما يسمحوش البعض، ما يسمحوش البعض يحكم في الكرسي حتى يموت، ويحاول يحط ولاده في أماكن تضمن لهم أنهم يحموا أنفسهم. هذا هو، يتوارثوا اللصوصية، هذه المشكلة. لكن لو كانوا جنرالات نظاف، تخيل الجنرال محمد قايدي رياضي في كامل قواه، مثقف، اختلفوا معاه صح هو ضعيف شاف الفساد وسكت، ولكن رياضي مثقف مازال شباب، يبعثوه للتقاعد يقعد في داره، وهذوما العجزة هذم هما اللي يحكموا في الجيش. جيش يقوده اللي ما يقدرش يسجد، اللي يصلي على كرسي، ربي فضحكم أمام العالم. هذه هي الحقيقة بربكم، كيف راح ممكن أن نفكروا أنها الجزائر ممكن تتطور ولا تتقدم ولا تتحقق لها أشياء منها. تأكدوا يقينا أن الجزائر كي كانت في عهد بوتفليق على كرسي متحرك، الآن على كرسي لا يتحرك، وربما يجي نهار تكون تحت الكرسي، والأيام سجال بيننا.
واذكر كلام جيد.